تعال نجرب مع بعض تجربة طلبت مننا كتير جدا، وهو ازاي نزرع المانجا في البيت. تعال نجرب مع بعض ازاي نزرعها. تعال نبدأ من اول البذرة. بعد ما غسلناها بالشكل ده هنبدأ ان احنا نجيب منديل وننشفها كويس جدا، وبعد كده هبدأ اقص الشعر اللي طالع منها ده. وبعد كده هبدأ افتحها بالسكينة من الجزء اللي فوق، وخلي بالي اني احافظ على الجنين بتاع البذرة من جوه ومجرحوش. وده بقى شكلها معايا، ودلوقتي بدأ يظهر الجنين بتاع البذرة زي ما انت شايف، وهنبدأ ان احنا نطلعه من غير ما نجرحه خالص. وده شكل البذرة من جوه بعد ما طلعناها، وعلشان وقت الفيديو هنكمل زراعتها في الجزء التاني. وافتكر دايما ان الزراعة مفيش اسهل منها.